أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نكمل إن شاء الله في شرح متن منظومة عقيدة العوام لمولانا أحمد المرزوقي المالكي المكي، وهي منظومة اشتملت على علم العقيدة وقصص الأنبياء وسيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. احنا وقفنا عند البيت 35: وسبعة أولاده فمنهم ثلاثة من الذكور تفهم، قاسم وعبد الله وهو الطيب، وطاهر بذين ذا يلقب. الرسول صلى الله عليه وسلم أولاده سبعة على الترتيب: القاسم، زينب، رقية، فاطمة الزهراء، أم كلثوم، عبد الله، إبراهيم. ده ترتيب الزمني لأولاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. القاسم مات في مكة. عبد الله الولد رقم كام؟ 2، مات في مكة. ألقاب عبد الله: الطيب والطاهر، دي ألقابه، لكن مش يعني اسمه الطيب واسمه، لا، هو اسمه مين؟ ها، عبد الله، لكن يلقب عبد الله الطاهر، عبد الله الطيب. وماله؟ الاثنين دول اتدفنوا في المعلاء اللي هي مقبرة الحجون اللي فيها السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها، وهي مقبرة أهل ايه؟ ها، أهل مكة. الأربع نساء دفن جميعا في المدينة المنورة. فالسيدة زينب تزوجها ابن خالتها الربيع ابن العاص، وأنجبت أمامة اللي كان سيدنا النبي يشيلها صلى الله عليه وسلم ويصلي بيها. وانتقلت السيدة زينب سنة 8 هجرية، ادي بنته الكبرى. بنته الثانية ام السيدة رقية، تزوجها سيدنا عثمان بن عفان وهاجر بها الى الحبشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع اخبارها ويصر اذا سمع يعني كلام جميل عنها. عادت مع سيدنا عثمان سنة 1 هجرية إلى المدينة، يبقى من مكة فين؟ الحبشة. من الحبشة إليها إلى المدينة. هجرة الحبشة كانت سنة 6 من البعثة، يعني عمر النبي 46 سنة صلى الله عليه وسلم. عاشت مع سيدنا عثمان وأنجبت له ولد. سنة 2 هجرية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عائد من بدر، كانت مرضت مرض شديد، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ساب سيدنا عثمان يقعد مع مراته المريضة. سيدنا النبي داخل من غزوة بدر كانت هي ماتت، فدعا لها. يبقى السيدة مين؟ رقية. ماتت امتى؟ سنة 2. يبقى بنته الكبيرة زينب ماتت سنة 8. الأصغر منها مين؟ رقية اللي اتجوزها سيدنا عثمان، ماتت سنة كام؟ 2. وأنجبت له ولد. الولد ده بعد سنتين من موتها ربته له اختها السيده ام كلثوم في ديك، يعني عضوا هنا في الحته دي، فمرض ومات ودفن بالبقيع. سيدنا عثمان حزن حزن شديد على السيده زينب، فراح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زوجه السيده مين؟ ام كلثوم، ولم تنجب.
سنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مرضت أم كلثوم وماتت ولم تنجب. اتبقى له مين؟ السيدة فاطمة. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم الله أكرمه بأنه بعت جواب لمقوقس مصر فلم يسلم، لكن الرد على الرسول رد جميل سنة 6 هجرية، بعت له هدايا حلوة كده. من ضمن الهدايا جارية تسمى سيرين اداها للشاعر بتاعه حسان، وجارية تانية اسمها ماريا القبطية من أسيوط. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذها ليست زوجة، وإنما أخذها بملك اليمين عشان يبين إن ده حلال، إن في، ولذلك في 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 إماء كتير حررهم. صفية حررها، من كمان؟ جويرية بنت الحارث حررها. طب مش معنى دي اللي ما حررتهاش؟ قال علشان يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الإماء في إيد الرجال حلال. فأنجبت له سنة 8 مين؟ إبراهيم ابن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مات سنة 10، وزعل النبي عليه، يعني زعل كتير قوي عليه. ادي الولد رقم كام؟ رقم 3. اتبقى له بنت واحده عاشت، اللي هي السيده فاطمه الزهراء. وسيدنا النبي بينتقل للرفيق الاعلى، قال لها انت اول من يلحق بي من اهلي. وانتقلت رضي الله عنها وارضاه يوم 5 رمضان سنه 11 هجريه، وانجبت لسيدنا علي كم ولد وكم بنت؟ 5. انجبت سيدنا الحسين 3 هجريه، استغفر الله سيدنا الحسن 3 هجرية، ده الكبير سيدنا الحسن. سيدنا الحسين 4 هجرية. السيدة زينب 5 أو 6، يعني بعض العلماء قالوا سنة 5 وبعض العلماء قالوا سنة 6. أنجبت مين بعد كده؟ أم كلثوم التي تسمى بزينب الوسطى. بعد كده محسن مات صغيرا، وقيل مات سقط، واللي كان يسمي سيدنا النبي يقول لي سيدنا علي هتسمي ايه؟ يقول له حرب. سيدنا علي بقى راجل جيش بقى وراجل قائد عسكري كبير بقى، فيقول له حرب. يقوم سيدنا علي يقول له بل حسن. تاني مرة ها حرب، يقول له لا بل حسين. سماهم على اسماء مين؟ ها اسماء اولاد سيدنا مين؟ ها هارون. طيب بس دول طبعا بالعربي. يبقى انجبت له كام ولد وكام بنت؟ 5، الحسن والحسين، سيدنا الحسن، سيدنا الحسين، سيدة زينب، ها أم كلثوم، زينب الوسطى، ومحسن. السيدة زينب بتاعتنا اتجوزها مين؟ عبد الله ابن جعفر الطيار، وخلفت له 3. والسيدة زينب الوسطى اتجوزها سيدنا عمر، ومحسن مات صغير أو مات سقط. وسيدنا الحسن تزوج الكثير، وسيدنا الحسين تزوج يعني عدد قليل، من ضمنهم سلافة بنت مين؟ ملك الفرس، اللي أنجبت له مين؟ سيدنا علي زين الإيه؟ ها زين العابدين. أمامة ربطها لها السيدة فاطمة الزهراء لما السيدة زينب ماتت، والسيدة فاطمة بتنتقل للرفيق الأعلى. وصت سيدنا علي أن يتزوج مين؟ بنت اختها امامه، وبالفعل اتجوزها سيدنا مين؟ ها سيدنا علي، لان سيدنا علي عنده دول وضيفوا عليهم كمان 20، فاولاد سيدنا علي 25 ولد وايه وبنت، لكن من السيده فاطمه كام؟ 5 فقط. طيب قاسم وعبد الله قلناهم ايه لحضراتكم. اتاه ابراهيم، ابراهيم ابن سيدنا النبي اللي اتولد سنه 8، من سرية أي من جارية، فأمه مارية القبطية أي المصرية. والسيدة مارية القبطية يعني كانت جميلة وكانت حكيمة وكانت صالحة وكانت من أهل التقوى، وهي مسلمة. ولم يرد أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت إيده واحدة غير مسلمة، كل مسلم. يهودية أسلمت، نصرانية أسلمت، كافرة أسلمت، كل زوجات النبي مالهم؟ ها مسلمين. ودفن فين يا سيادنا؟ ها في البقيع، في البقيع، ما عدا 2 بس مدفونين برا، السيدة خديجة في الحجون، والسيدة مين؟ ميمونة، آخر زوجاته صلى الله عليه وسلم، دفنت بصرف قبل ما تدخل مكة ب 17 كيلو من ناحية المدينة. صلوا على النبي. طيب وغير إبراهيم من خديجة،
هم ستة فخذ بهم وليجة، يعني اجعلهم زيها بطانة ليك كده، بطانة خير اعرفها كده عشان تدخل تبعهم وتبقى تبع اهل الخير كده من ضمن بطانة الخير. واربع من الاناث تذكروا، الاربع دول مين على الترتيب؟ زينب ورقية وفاطمة وام كلثوم. رضوان ربي للجميع يذكروا، لان الجميع صحابة، واحنا قلنا من واجب الصحابة علينا ان نتردى عنهم. فلما نقول السيدة فاطمة الزهراء لازم تقول يا مولانا، ها ده الادب بقى الاسلامي بقى، كلهم صحابة، يعني بنات النبي صحابة كلهم. فاطمة الزهراء بعلها علي. قيل ان السيدة فاطمة الزهراء ولدت قبل الهجرة بخمس سنين، ده رأي، رأي قال اكتر من كده. اسلمت مع امها السيدة خديجة في اوائل الاسلام، كان سيدنا النبي يحبها، لها القاب كثيرة، الطاهرة، المحدثة، الشريفة، يعني أسماء في غاية الجمال. فاطمة لأن الله فطمها عن الشيطان، فاطمة الزهراء لأنها يعني ربنا سبحانه وتعالى كان يطهرها دايما، فتولد المغرب تغتسل وتصلي ليها العشاء، يعني دم النفاس ده يجي لحظة ويمكن ما يجيش من أصله. بعلها أي زوجها، ودي كانت أحب بنات النبي إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يشوفها يقف ويسلم عليها ويقول لها مرحبا بأم إيها أبيها، يعني أنت بنت بس في مقام إيها، في مقام الأم في الاحترام، وهي آخر من رآها النبي صلى الله عليه وسلم وأول من لحق به، ولم يرد أنها ابتسمت بعد من انتقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. بعلها زوجها علي رابع الخلفاء الراشدين. علي لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله. سيدنا علي كاتب الوحي، سيدنا علي مستشار الخلفاء الأمناء، سيدنا علي صاحب الراية في خيبر، سيدنا علي باب العلم، سيدنا علي أقضاكم علي، سيدنا علي أكبر مشكلة تواجه الصحابة يروحوا لسيدنا علي، يعني ما نقدرش نتكلم. حكم المسلمين أربع سنين وعدة أشهر، انتقل إلى رحمة الله شهيدا على يد أبي لؤلؤة لعنه الله المجوسي. هذا الرجل طعنه وهو في طريقه إلى صلاة الصبح وهو في الكوفة، لما سيدنا علي راح لأنصاره في الكوفة وترك المدينة المنورة، ووصى سيدنا علي وهو يموت ابن سيدنا الحسن أن يكرم استغفر الله، مين اللي موته؟ اللي أبو لؤلؤة موت سيدنا مين؟ عمر. معلش أبو لؤلؤة موت سيدنا عمر برضو في صلاة الصبح، لكن اللي قتل سيدنا علي لعنه الله برضو اللي هو مين؟ عبد الرحمن ابن ملجم الخارجي. عبد الرحمن ابن ملجا الايه، معلش امك من الاثنين دول ماتوا شهداء فالواحد اتلخبط. اللي قتل سيدنا عمر ابو لؤلؤة المجوسي سنة 23، لكن اللي قتل سيدنا عمر عبد الرحمن ابن ملجم الخارجي في مؤامرة عملوها ثلاثة مع بعض، يقتل سيدنا معاوية، واحنا بنقول سيدنا معاوية اهو، ويقتل سيدنا علي، وده سيدنا وده سيدنا. ولما سألوا سيدنا أبو هريرة عن سيدنا معاوية قال سهر رسول الله وكاتب إيه، واحد ما قدرش أتكلم. التالت كان سيدنا مين؟ عمرو بن العاص. فجه يضربه سيدنا معاوية فجت في ظهره من وراء ومرض وعاش. سيدنا عمرو بن العاص كان مريض فطلع خارجة، خارجة ده يعني وزير الداخلية، وده قتله، ولذلك قالوا إيه؟ قالوا أراد مين؟ أراد عمرا وأراد الله خارجة، يعني القاتل فكروا عمرو بن العاص راح قتله. في الحقيقة أن عمرو بن العاص مرد، أمال مين اللي اتقتل؟ خارجة اللي هو وزير الداخلية قائد العسكر. فقالوا المثال العظيم ده، أراد عمرا وأراد الله إيه خارجة،
سيدنا علي الراجل وفق طبعا في الشر بتاعه وضرب سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه بسيف يعني له وجهين بحيث ان لما المسلمين جروا وراه قعد يضرب كده يمين وشمال فموت له 3. فسيدنا علي برضه حاجة في غاية الروعة وهو في مرض الموت إسر ضربته قال لسيدنا الحسن أكرم هذا الرجل لحد ما ربنا يحكم في أمره. وبالفعل انتقل سيدنا علي للرفيق الأعلى ودفن بالكوفة. فراح سيدنا الحسن أكرم الرجل وأكله وشربه ونيمه على فرشة طرية وفي الصباح حصل القصاص منه وقتل. ومن قتل يقتل ولو بعد إيها ولو بعد حين. طيب هذه بعلوها علي. سيدنا علي طبعا يعني في العلم ما نقدرش نتكلم حاجة كبيرة أوي. ولما سيدة فاطمة قالت لسيدنا النبي هتجوزني علي قال لها أزوجك أتقى رجل فين في المدينة وابنهما السبطان الحفيد ابن الابن. الحفيد ابن الإيها الابن لكن ابن البنت اسمه سبط. وابنهما اللي هو سيدنا الحسن وسيدنا الحسين السبطان فضلهما ايها جلي. الحسن والحسين سيدا شباب اهل الايها فهم مش اسيادنا دلوقتي ده اسيادنا لما نموت ونشد حنا ونخش الجنة. فلما نخش الجنة تقابل سيدنا الحسن تسلم عليه وتقول له ازيك يا سيدي. تقابل سيدنا الحسين وتسلم عليه وتقول له ازيك ايه ها يا سيدي. طبعا احنا بنتكلم في اهل البيت يقول لك اللي بيتكلم في اهل البيت يبقوا شيعة. ابدا احنا اهل السنة واحنا اولى باهل البيت من غيرنا. ومحبة سيدنا الحسن وسيدنا الحسين قرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقرب بها اهل مين ها اهل السنة يتقربوا لمين لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فأحب من أحب حبيبي وأبغض من أبغض إيها حبيبي. إحنا لسنا شيعة إحنا أهل السنة وأهل السنة يحبوا أهل البيت ولا ما يحبوش أهل البيت؟ نحب أهل البيت. طيب فزينب مين زينب دي؟ زينب دي بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طب أمال زينب اللي في مصر؟ زينب اللي في مصر دي زينب الكبرى بنت سيدنا علي وأخت سيدنا الحسن والحسين أمها السيدة فاطمة. لكن زينب اللي هنا مولانا أبوها المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمها السيدة خديجة رضي الله عنها. وبعدها رقية وأمك